طبعا احنا ايش قلنا؟ قلنا حتى الرانكين سايكل زي مثل ما شرحناه بالمحاضرات السابقه، رانكين سايكل حتى يزيدون كفاءته، فكانت هنالك حلول كثيره. قلنا اول حل لها وكان الريهيت، سووا له ريهيت البخار يدون تسخينه ويدخل الى توربين ثاني اللي هو سموه لو بريشر توربين. الحل الثاني انه الريجنريتيف رانكين سايكل، اللي هذا عبارة عن شنو؟ اللي ياخذون يتم اخذ من هو طبعا هنا بالريجنريتيف السايكل رانكين سايكل رجعت تحتوي على توربين واحد بدل توربينات اثنين، على توربين واحد يتم اخذ في مرحله من مراحل التوربين اخذ جزء من الستيم يسخنون به، يتم تسخين الماء قبل دخوله للبويلر. ليش؟ حتى بالبويلر يقللون من الحرارة اللي يعني يحتاجها المي حتى يحمى، فبدل ما يدخل المي كان بدرجة حرارة بالثلاثينات أو بالعشرينات للبويلر يحتاج إلى وقت أكثر، يحتاج إلى فيول أكثر حتى يوصل إلى السوبر هيتد، راح يدخل يتم أخذ جزء من البخار من التوربين في وحده من مراحل التوربين، وحده من الاستيجات، ياخذون بليدنج جزء من البخار من التوربين يروحون يسخنون به المي اللي يخرج من البام قبل دخوله للبويلر، يسخنوا مثلا من درجه حراره 30 ممكن يسخنوا الى 80 85 90 ديجري سي، فاذا هو راح يدخل قريب للبخار، يدخل ماء ساخن يعني درجة حرارته بالثمانين، درجة حرارته بالتسعين، يدخل للبويلر. فبالبويلر ما يراد له حرارة هواية ولا يراد له وقود كثير حتى يحصلون من عنده على بخار محمص، والوقت يكون أقل. فهذه كانت واحدة من الحلول لتحسين أداء وكفاءة الرانكين سايكل. طبعا هذه اللي تلاحظون هسه موجودة، ومع الأسف طبعا احنا يعني بسبب كورونا هالسنة انتو يعني ماكو سفرات لكم، وما يعني الأساتذة كل سنة ياخذون مثل الدكتورة منى، او يعني الأساتذة ياخذون طلاب الرابع يودوهم الى محطة جنوب بغداد فيشوفون التوربين ويشوفون البويلر ويشوفون هاي الأجزاء كلها، ومن ضمنها تلاحظ وجود الريجنريتر. هما طبعا بالمحطات توليد الطاقة الكهربائية هسه عندنا ما يسموه ريجنريتر، يسموه فيد ووتر هيتر، هذا المسمى إلى الشائع يسمى فيد ووتر هيتر FWH، شوف المختصر مالته. إذا عندي الفيد ووتر هيتر هو مثل ما تلاحظ هذا، هاي التسمية اللي أشرت لك عليها فيد ووتر هيتر، يتم هو عبارة عن مثلا أما هيت اكسشينجر، هو هيت اكسشينجر أما يكون هذا الأوبن أو كلوز. أوبن يعني شنو؟ البخار يختلط مباشرة مع المي القادم من البام، وطبعا هذه تكون البخار الخارج او المي الخارج قبل دخول البويلر يكون احسن من الكلوز فيد ووتر هيتر، لانه يسخن اكثر، لانه ده يكون عندي خلط دكتورة. مباشر. نعم دكتورة اتمنى بعد ما تكون المحاضرة بالليل، لان كل ساعة جاي تقطعات تطلع وطب. ماشي يعني هاي بس اليوم، يعني آسفين بس اليوم، يعني من الأسبوع القادم راح نرجع ب 12 ونص بس اليوم. أكثر مرة طلعت طب كل ساعة. ماشي يعني أعيد لك إياه؟ أي والله دكتور ما فهمت. الريجنريتيف رانكين سايكل هي وحدة من طرق تحسين الرانكين سايكل. قلنا نحسن الرانكين سايكل أما بالريهيت أو بطرق أخرى اللي هي مثل ما هسه نحكيها الريجنريتيف. الريهيت كان يحتاج لنا توربينات اثنين، لكن هنا بالريجنريتيف لا، هو توربين واحد.
توربين واحد يتم أخذ جزء من البخار في وحدة من الاستياجات أو من مراحل التوربين، يتم أخذ جزء من البخار ويتم تسخين الماء يعني الخارج من الكوندينسر، بعد ما البامب يضخه وقبل لا يدخل للبويلر يخلون هيت اكسشينجر ويتم تسخين الماء، فالماء بدل ما يدخل للبويلر بدل ما يدخل درجة حرارة بالثلاثين أو بالعشرين يدخل الماء حار، يعني ممكن في 80 85 90. اذا بالحاله البويلر احنا ما راح يتعب عندنا البويلر، ولا راح نحتاج الى حراره كبيره، لا نحتاج الى فيول وقود، ما نحتاج الى وقود عالي، ما نحتاج الى حراره وقت اكثر يعني حتى نسخن به الماء، فيكون الماء جاهز يعني الى انه يتحول الى الفيبر الى ستيم والى سوبر هيتد ستيم. طبعا هذه موجوده في محطات توليد الطاقه الكهربائيه يسمى بالفيد ووتر هيتر FWH فيد ووتر هيتر. طبعا هنا انا مسويت لكم الى هذا المخطط مهم، طبعا هذا مطلوب عندكم المخطط. الفيد ووتر هيتر يقسم الى قسمين، اوبن فيد ووتر هيتر وكلوز فيد ووتر هيتر. الأوبن فيد ووتر هيتر الميكسينج أو الخلط بين الستيم اللي جاي من التوربين ويا المي القادم من الكوندينسر يكون عندي خلط مباشر، يختلطون مباشرة دايركت. الكلوز فيد ووتر هيتر هنا أنا ما يصير ميكسينج، يعني ما يصير خلط بين الستيم وبين المي، لا الستيم يكون بالشيل، ويعني انتو اخذتوا شيل اند تيوب العام الهيت اكسشينجر، فالستيم يكون بالشيل والمي يكون عندي بانابيب، فيكون هنا مو دايركت وماكو خلط بيناتهم. زين الكلوز فيد ووتر هيتر يقسم الى قسمين باكورد وفورورد، زين الراجع والامامي الفورورد. زين فإذا هاي التقسيمات مهمة. الفيد ووتر هيتر عندك نوعين، الأوبن فيد ووتر هيتر والكلوز فيد ووتر هيتر. الكلوز يقسم إلى قسمين اللي هو الباكورد والفورورد. عندي